ليه؟ ما ينفعش أبدا، ما ينفعش، ما يصحش، لا يجوز بأي شكل من الأشكال إن أنتوا تكونوا وصلتوا لسنتين خبرة ولسه ما تعرفوش إن أسماء الكيانات، الأسماء الرسمية تجلب من مواقعها، من مصادرها الموثوقة. الموقع الإلكتروني الرسمي المعني. فأنا لما يجيني عبارة زي دي وأقول قسم دعم الطفل، قسم دعم الأطفال، إدارة دعم الطفولة، شعبة دعم الطفولة، أي حاجة من دي، والتنوعات عديدة وكلها صحيحة كترجمة، إنما مش صحيحة كترجمة رسمية. الترجمة الرسمية لهذه العبارة موجودة، إحنا سنة 2020، مش معقول يعني لسه ما ترجموهاش وأنا اللي هترجمها جديد. فبعمل إيه؟ نسخ العبارة المعنية، الانتقال للمتصفح في خانة البحث، بيست، انتر، لودينج، لودينج، ماشي، ثم الأدوات، أي لغة، البحث في الصفحات العربية، ماشي، ميشيغان، لا مش ميشيغان، ليه مش ميشيغان؟ لأن أنا عندي في السورس فايل، وأنا كرجل على الأقل عندي سنتين، ما ينفعش أتجاهل حاجة زي دي. واشنطن، ماشي، فأنا عايز واشنطن، برجع للمتصفح، أها، واشنطن ستيت ديبارتمنت اوف سوشيال كذا 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 الى اخره، ماشي. ويكيبيديا شعبه مش نافع، ويكيبيديا دعم الطفل مش نافع، رساله موجهه لفرع دعم واعاله الطفل، نفتح ده. والله يعني يبدو ان هو ده اللي انا يعني دي بغيتي، هو ده المصدر الموثوق اللي هقبل بيه وارضى بيه. ليه؟ لان اللوجو ده هو اللوجو اللي عندي في السورس فايل. طبعا ده مش سورس فايل، يعني ده مجرد فايل للشرح يعني، انما السورس فايل الحقيقي اللي طبعا ما اقدرش احطه هنا لاغراض السرية، الحفاظ على بيانات العملاء، كونفيدنشياليتي. ف اللوجو ده هو اللي عندي في السورس فايل، فجميل قوي يعني، انا كده وصلت. شوفوا الموضوع خد مني قد ايه. ف بحث ثم ضبط اي لغة، البحث في الصفحات العربية، التنقل ما بين النتائج لحد ما اوصل لنتيجة تبدو كده انها هي دي بقى، فتحها، التأكد، بس فرع دعم وإعالة الطفل. بصوا هنا، فرع دعم وإعالة الطفل مكتوبة صح، إنما بره في نتيجة البحث شايفين ليه كانت غريبة كده، ما تعرفش إيه السبب، ماشي. يبقى وصلنا إن الترجمة الرسمية المعتمدة فرع دعم وإعالة الطفل، بس كده. مين ده؟ مين ده يا عم ناصر؟ دي الترجمة الرسمية لفرع دعم وإعالة، Division of Child Support. وبالمرة كده أوريكم حاجة، خلونا نلغي اللغة العربية، أي لغة، ماشي، أوريكم حاجة تانية كده بالمرة. أنت فين؟ نيويورك، فين نيويورك أكسس؟
كنت عايز اوريكم حاجه راي العين كده، ان اوقات يطلع لك نتائج من موقع اسمه nyaccess.gov، ماشي، nyaccess.gov. الموقع ده يعني اعذروني بقى، احنا هنكتفي بان احنا نقولها نظريا كده، ان نيويورك اكسس دوت جوف ده، مع انه دوت جوف، الى ان الترجمه اللي جواه آليه مش معتمده، فتخلوا بالكم لو من هذا الموقع الثعباني. ايه رايكم؟ مش حلو كده ان الواحد يجيب اسماء الحاجات من مصادرها المعتمده؟ ما خدتش حاجه يعني، موضوع بسيط خالص، بحثت، ضبطت الادوات، اي لغه، بحث في الصفحات العربيه، تصفحت النتائج، رحت على النتيجه اللي تبدو معقوله، اوبن النيو تاب، بصيت فيها لقيتها لا معقوله فعلا، اللوجو هو نفس اللوجو، كل حاجه، فرع دعم وإعالة الطفل،